اتمانو اتمانو الشباب الحلوين مثل ما انتم شايفين شاب من شوي نزل متجر تخفيضات ومعرفش شو دخل متجر غامض نزل يا اساطير. خلينا ندخل نشوف حسنا حبايبنا الكرام، بس بدنا نوصل هذا المقطع شباب، بدنا نوصل هذا المقطع شباب لل 50,000 لايك. اوكي يا اساطير، قول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبلش كل الشباب لا تنسوا صلاة على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام، قول اول دراي بيج لايك. ليتس جو برو، روحي روحي يا اسطوره، روحي يا جماعه، روحي يا جماعه. شو هذا؟ لازم اوقف. شوف حظي كم حظي، 160 والله حلو، حظ حلو شباب، 68 حلو. غادي تشوف المتجر، ايتا مانو ايتا مانو ايتا مانو ايتا مانو. لا شباب لا 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 شباب لا 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 ايتا مانو ايتا مانو حبايبنا. رح نشحن جوار حبايبنا الكرام ونحرق ابو المتجر يا اساطير. ليتس جو everybody، هنجيب الشوهر شباب. ليتس جو. اوكي حبايبي الكرام، هيك بكون شحنا الجوال يا اساطير. مثل ما انتم شايفين شباب شحنا تقريبا 4400 و 4000 شباب. اوكي حبايبي خلينا نشوف المتجر شباب، الاشياء الموجوده فيها مثل ما انتم شايفين. عندنا اشياء كثير حلوه شباب، سكنات وما سكنات وطبسون وما طبسون واشياء اللعيبات وما لعيبات واشياء اسطوريه. طبعا شباب اكيد راح يكون فيه، اكيد كل متجر تغامض شباب راح يكون فيه ال 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاير باس. اوكي شباب لهيك شباب، كل من شخص كل من رح نعمل سحب على شوي، عفوا متحمس كثير شباب، ونفس الوقت شباب تعبان. اوكي رح نعمل سحب على شوي شباب التعليقات شباب. اوكي للاشخاص اللي عندهم حظ 65 وفوق شباب يجيهم الحظ، نعمل سحب على الفاير باس. اوكي شباب بالاخر. اوكي يا اساطير يلا شباب الحلوين، خلينا نجيب الاشياء اللي لازمتنا شباب، خلينا نجيب البطاقات الحاضنة يا اساطير. التمانو نجيب بطاقات الحاضنة يا اساطير. طبعا شباب بالنسبه للاشياء الباقيه عندي كل شيء. اوكي عندي هون كل شيء شباب مثل ما انتم شايفين، اللعيبات هون عندي الاسلحه كلها مطوره. اوكي يا اساطير مثل ما انتم شايفين راح نشتري شوي شو راح نجيب شباب، خلينا نشوف شباب بالنسبه للاشياء. يعني عندي كل شيء يعني مثل ما انتم شايفين، تك تك تك. خلينا ناخذ هاي، ناخذ هذول يا شباب التمانو، وخلينا نجيب ابو السكين شيء شيء مو ضروري. نجيب السكين شباب ندخل نجربه، هذا نجيب السكين لازم ندخل نجربه شباب. سكين كله ابيض على ابيض ولا ما اعرف شو شباب، شيء لوز اللوز. اوكي حلو كثير، هيك هيك بيكون جبنا السكين. بس ليش اختلفت يا الله؟ اوكي شيء ثاني رح ناخذ بطاقات الحاض، بطاقات الحاض شباب، نضرب بطاقات الحاض بعد شوي شباب. اوكي عم نحاول نجيب الاكس ام ويت تبعي. اوكي هذا بالنسبه للايك دراجون. عندنا هون التوكن قرش، السكار القرش القرش، لكن للاسف شديد مالي شايف التوكن تبع تبعت الشوتجن نزل من جديد. اوكي بالنسبه للاشياء الثانيه شباب هنا فقط الوك، وخلينا نجيب السكين البنت نجربه كمان لعيون البنات يا ساتير. ايه تمانو اي بلا جميل جميل جدا، حلو 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 شيء كثير حلو شباب. هيك بيكون جبت الاشياء المهمه يعني بالنسبه لي. خلينا نجيب بطاقات هذول الشباب يلزمونا كمان، هذه التخفيض حلو يعني باللوز، ناخذ هذول الشباب. اوكي هذا هو شباب، اعتقد جبت اهم الاشياء اللي بيلزموني يا اساطير. التمانو التمانو والله في اشياء كثير حلوه يعني الصراحه. حلو خلينا نرجع للورا شباب نشوف شو في هون كمان، نتاكد من الاشياء. ما في شيء، لوز اللوز حبايبنا. هيك بيكون اخذنا كل الاشياء المهمه. اوكي خلينا نروح نضرب على الحاضنه يا اساطير. شوف حظنا، حظنا بالاكس ام ويت يا جايز، اكس ام ويت اكس ام ويت يا ساتر. طبعا شباب الحلوين غدا طبعا صباحا شباب اول ما يتجدد سيزون يا اساطير راح نكون على البث المباشر على الفيسبوك شباب، رحله تصعيد الى جراند ماستر شباب. تعالوا كلياتكم شباب، كل صوره بشاهد المقطع جهزوا حالكم شباب، اول بدايه سيزون على الفيسبوك عليكم. تعالوا هلا وسهلا نضرب اول ضربه لشباب التمانو، نحرق ابو البطاقات موجوده عندنا. ويني يا اخي ماب، اوه حلو حلو يا اخي، بدي الايتا يا اخي يا اخي شباب، بدي قناع اكس ام ويت. هاي اول قناع حلو، قناع ثاني ان شاء الله ما طلع، ما طلع القناع شباب. اوكي يا اساطير لايك جاي رح نصبر شوي. اوكي حبايبي طبعا انا ما عندي هذا، رح نجيب هذا باقي لي قناع واحد، اكيد رح ينزل بالايام الجايه شباب، اكيد رح ينزل توب اب ما توب اب، وراح احاول راح اجيبه. اوكي يا اساطير سو جايز خلينا ندخل على السكين التمانو، والله سكين شيء مرتب الصراحه يعني شيء حلو كثير. خلينا ندخل نجربه بالتدريب شباب مثل كل مره يا ساتير، نجرب ابو السكين. ليتس جو. اوكي حبايبي بالنسبه لهذا الاستاذ شباب انا حاطط السكين القناع هذه لشخصيه الموجو، والله ما اتذكر القناع. المهم شباب الشخصيه اللي يختفي هاي. اوكي طبعا شباب بالنسبه للسكين يعني والله شيء يعني شيء حلو تشكل، اوه ما شفت تشكل من ورا، والله شيء مرتب شيء حلو كثير كثير. يلا شباب ندخل نجربه شباب بالتدريب. ايه تمانو ليتس جو ايفريبادي. هات شوف هاي، هات نشوف نجيب شباب نضرب شوي هيد شوتات اسطوريه شباب. طبعا شباب رح نعمل مسابقه على المتجر التخفيضات حبايبنا الكرام،
قريبا تابعوا الانستغرام شباب اليكو شقطه جيمنج يا اساطير. اوكي نحرك المتجر حتى يطلع احد المتابعين حبايبي الكرام. التمان وين الناس؟ وين الناس؟ وين الناس جايز؟ وين الناس؟ وينهم؟ وينهم؟ بدنا واحد هيك باش نشوفه باللعب يا اخي. طبعا الدنيا بالنسبه للسكين يعني والله حذاءه كبير يا زلمه مشكله، بس ولكن كشكل جاكيت بنطال يعني كمان ماشي بشي صراحه. شو بلوز؟ هاي برو فيكتور دبل فيكتور. وبعد رجعنا للدبل فيكتور يا زلمه، رجعنا للدبل فيكتور يا جميلين. التمانو 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 هتا 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 يا اخي يا اخي لازم اجيب شوي. اي سكيم تجيبه شباب لازم لازم ادخل تدريب، لازم ادخل تدريب شباب. نلعب شوي هيد شوتات، نعمل نجيب هيد شوتات شباب، لازم ضروري 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 ضروري. والله بنروح كمان نجرب السكين الدول شباب. عيون البنات طبعا. اوكي يلا ابلع ويبا. يا سلام عليك يا سلام عليك عليكو شباب. هاي لعيونكم شباب، لكل السهرين راح يتسحروا حبايبنا الكرام. طبعا شباب الان عندي الوقت متاخر مثل ما انتم شايفين شباب، الفيديو راح ينزل متاخر، بس ولكن اساطير بدي اياكم تكونوا متواجدين غدا اوكي على البث المباشر على الفيسبوك شباب، رحله الصعود الى جراند ماستر. يلا شباب خلينا نطلع ونشوف نشوف السكن البنت اوكي ونشوف شو وضعه. اطلع 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 تو انا بدي اقتله. يلا ليتس جو شباب نطلع ونشوف ونجرب السكن البنت يا اساطير. طبعا شباب يعني جبت لنا بالنسبه لي جبت الاشياء اللي بالنسبه لي يعني المهمه اوكي. خلينا نحط شخصيه كيلي شباب ونجرب السكين البنت. وين شخصيه كيلي؟ كيلي كيلي صدقوني يا حبيبي انا كنت انا الان كنت رايح صدقوني كنت رايح يعني حبايبنا كنت رايح انام اوكي كنت رايح انام وشفت المتجر نزل قلت لا لازم انزل المتجر قبل ما اروح انام. لعيونكم يا اساطير. هذا هو السكيل بنت شباب، خلينا نشوفها بالتدريب كمان نفس الشيء يا اساطير. يعني يعني هيك شيء مرتب يعني هيك شيء فخامه يعني فهمت علي كيف جاكيت شو بسموه هذا هدول الاشياء يا زلمه الريش ولا ريش اكتبوا لنا بالتعليقات برو. حبايبي الكرام لا تاخذوني الله يخليكم. صار لي ماني نايم صدقوني حبايبي ماني نايم، من شوي كنت على البث المباشر على الفيسبوك وكنت يعني بدي انام ونزل متجر قلت لا لازم ننزل لكم فيديو متجر شباب مش عشان بكره يكون وضعنا لوز اللوز شباب وننام ساعه زياده. يلا يا ساتير وين الناس خلينا نجرب هذا. بالنسبه للسكين شباب والله شايف سكينه خفيف يا اخي شباب صدقوني يا حبايبنا يعني بحاول العب يعني بسكنات بنترس ولكن صعب كثير صعب كثير. خلينا نعمل لكم زوم يا ساتير. هذا هو السكين طبعا شباب الدنيا شوي غامقه شوي اوكي الدنيا شوي غامقه يا اساطيري. خلينا نرجع لمكان ضوء اوكي عشان نشوف السكين من قرب. يعني سكين يعني صراحه يعني انا اقيمه 7 على 10 ولا لا والله لا كثير 7 6 على 10. بس ثواني شباب نجيب هيد شوت نشوف شو في بالهيد شوت. وين الناس؟ ها اجى ارجع الجميل. هلا برو وينك يا زلمه؟ وين كنت؟ وين وين كنت؟ وين كنت؟ وين كنت؟ وين كنت حجي؟ ده واخده ده واخده هير شوت هير شوت. اجى اجى الاسطوره اجى الاسطوره شباب كيف بيلعبوا هير شوت يا زلمه يا زلمه عيب عليك يا زلمه تسكر كريستيانو بال لا 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 علقت علقت كلهم اجوا عندي كلهم اجوا عندي شباب كلهم صاروا كلهم صاروا كلهم صاروا بلاش شلهم نزلوا فجاه شباب كلهم نزلوا فجاه ايه تمانو اي وي وي كارتش 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 معلم كارتش معلم انه ما في واحد من وين هذا كان جاي عندي هذا كان جاي ورا ها شوف 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 كان جاي ورا لا والله يا اخي ما شوف شو شغل ها مشي الحال لا من وراي من وراي شباب من وراي غدر غدر تعال 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 ابلع تعال وين هذا وين هذا الغدر ثواني شباب لا حول ولا قوة الا بالله اوكي جايز اوكي شباب لا لا شباب انا الصراحة بيض بيض خلاص يكفي يكفي خلينا نعمل نظرة سريعة شباب نتأكد من الأشياء اللي جبناها وما جبناها عشان نفرجيكم يا أساطير. أوكي طبعا شباب اللي لازم تدخلوا على الستور أوكي تجي لهون تجي لهون. لما أنا صراحة ما كان متواجد شباب بس ولكن يعني كيف أقول لكم؟
لازم تفتحون من المتجر، انا ضغطت هون على المتجر شباب اطلع لي السكين، فهمتوا علي كيف؟ طلع لي المتجر يعني، فهمتوا حبايبي؟ طبعا هون ما اعرف اذا راح يطلع معي مره ثانيه ولا لا. سو حبايبي كم اعتقد يعني جبت اهم الاشياء حبايبي. ان شاء الله عجبكم المقطع يا اساطير، لا تنسونا بزر اللايكات والشيرات والبارتاجات واللايكات كل الشيء الحلو حبايبنا، بدنا نوصل هذا المقطع ل 50000 لايك. اوكي 50000 لايك هالمره شباب، اول مره بتربيك عدد. اوكي حبايبي كرام، سو لا تنسوا شباب مسابقه تحت بالتعليقات فاير باسات شباب، راح يكون في خصومات اكيد على الفاير باس، زائد حبايبنا الكرام تابعونا على الانستغرام شباب، راح نعمل مسابقه نحرق المتجر مع الحاضنه لاحد المتابعين يا اساطير. نشوفكم على خير حبايبنا، صحصحوا لكم، باي باي.